قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أبلغ الوسطاء العرب بأنه سيقبل صفقة بخصوص غزة في حال التزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف دائم لإطلاق النار. هذا وما يزال مقترح بايدن وخطته لوقف الحرب تراوح مكانها بين تريث من حماس وصراعات داخل إسرائيل. ما تزال الأوساط السياسية عربيا ودوليا تترقب مصير المقترح الأمريكي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحماس. تقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة أبلغ الوسطاء العرب بأنه سيقبل بصفقة حال التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف دائم لإطلاق النار، كما أكد أن حماس لن تسلم أسلحتها ولن توقع على غير ذلك. بينما كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لم يرد حتى الآن للوسطاء رد من حماس بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الحركة وإسرائيل، وأوضح أن حماس أفادت بأنها لا زالت تدرس الاقتراح. حركة حماس وفي مذكرة توضيحية لها قالت إن الورقة التي اطلعت عليها عبر الوسطاء حول خطة لوقف إطلاق النار والتي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشار إلى أنها ورقة إسرائيلية في الأساس لا تتوافق مع ما أعلنه من تصريحات، وأشارت إلى وجود فارق وأن ما وصل إليها لا يضمن وقف الحرب ويمهد لاستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وشددت الحركة في الوقت ذاته على أنها ملتزمة بموقفها الإيجابي تجاه التصريحات التي يجب أن تنعكس في نص الاتفاق. الأنظار أيضا تتجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خرج عدة مرات منذ خطاب بايدن وأكد استمرار الحرب حتى تحقيق جميع أهدافه وعلى رأسها القضاء على حركة حماس كما يقول. ليبقى الجدال حول صفقة محتملة مع حماس محل جدال في إسرائيل بين من يتطلعون لاسترداد أبنائهم أحياء ومعارضين يريدون إحراق غزة بالجميع. للنقاش معي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي معين نعيم، أهلا بك أستاذ معين. أهلا بكم. ومعي من واشنطن جابرييل صومة البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أهلا بك. أبدأ مع أستاذ معين. أستاذ معين، إذا حسب الول ستريت جورنال سنوار سلم رده للوسطاء بخصوص الصفقة، قال بأن حماس ستوافق في حال وقف دائم لإطلاق النار ولن تسلم حماس أسلحتها، هذا قبول أم رفض أم كيف يفهم هذا الرد؟ هو حقا طرح بايدن كان فيه لعبة خطيرة جدا، كان يريد أن يضع حماس في الزاوية ويعرض عليها اتفاق لا يضمن وقف الحرب ولا يضمن بقاء حماس حتى في 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 كجزء سياسي فلسطيني، يريد القضاء على حماس، يريد استمرار الحرب على قطاع غزة لكن تحت إطار أو ما يسمى بوقف إطلاق نار. وهذا وأعتقد أن رد حماس كان بنفس المحتوى بنفس الطريقة، أنه نحن نوافق على هذا الرد لكن وضع الضمان وضمان حقيقي وفعلي لوقف إطلاق نار دائم. وأنا أعتقد هناك تفاصيل في هذا الرد، لا أعتقد أن السنوار أو حماس ردت بهذه الجملة ووضحت ماذا تقصد بذلك، أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم موقع عليه من اللحظة الأولى حتى لو كان تنفيذه سيبدأ بعد المرحلة الثالثة. القضية الثانية أن حركة حماس هي جزء أساسي من الشعب الفلسطيني وهي قيادة سياسية وقيادة عسكرية للمقاومة الفلسطينية، لن يقبل من وجهة نظر حماس ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني أيضا يقبل ذلك أن يكون هناك قرار أو توقع حماس على قرار أو اتفاقية تفضي إلى استمرار الحرب عليها وقضاء عليها في داخل قطاع غزة أو في فلسطين. لكن نتنياهو يقول بأنه لن يوقف هذه الحرب قبل القضاء على حماس. هذه أصلا نتنياهو بدأها من أول لحظة، نتنياهو قال لن نجلس مع حماس ولن يكون هناك اتفاقية تدنى ولن يكون هناك تبادل أسرى ولن يكون. اليوم أعتقد أن نتنياهو والحكومة الصهيونية ومن خلفهم الحكومة الأمريكية نفسها ترى أن اتفاقية في هذه اللحظة قد تكون فرصة حتى لا تتحول المعركة إلى معركة أكبر من ناحية وحتى لا تنجر إسرائيل أكثر. اليوم تحليلات عسكرية كثيرة وأمنية وسياسية تتكلم أن إسرائيل بدأت تدخل في حالة إرهاق، قطاع غزة قضي على
80% من قطاع غزة أقصد بنى تحتية ومباني، لكن الكيان الصهيوني اليوم يعيش مرحلة ليست سهلة، ولا أعتقد أن استمرار الحرب يمكن أن يكون فرصة لا للقضاء على حماس من ناحية، ولا لإراحة أو وصول الكيان الصهيوني لحالة استقرار، بل هو سيزيد من تفعيل العداء الإقليمي وقد يكون العالمي للكيان الصهيوني حتى يصل الأمر إلى القضاء عليه بعد فترة معينة. سيد جبريل، إذن مع وجود هذه اللكن الدائمة في ردود حماس وفي ردود السنوار بأن حماس لن تسلم الأسلحة وتريد وقفا دائما لإطلاق النار، كيف تقول الإدارة الأمريكية بأن حماس تلقت المقترح بإيجابية؟ المقترح هو بالأساس مقترح إسرائيلي تبناه الرئيس بايدن في الأسبوع الماضي. هذا المقترح يدعو إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تتكون من 6 نقاط. أولا، لمدة 6 أسابيع يتم وقف شامل لإطلاق النار. ثانيا، تنسحب القوات الإسرائيلية. اسمح لي، يعني سنتحدث عن التفاصيل بعد قليل بعد مادة مقبلة، لكن أجبني على السؤال، يعني على أي أساس تقول أمريكا بأن رد حماس إيجابيا إذا كانت هذه اللكن وهذه الاستدراكات ما زالت موجودة في الاتفاق أو في المفاوضات؟ هناك مشاكل رئيسية في هذا التفاهم أو هذا المقترح. أولا، إسرائيل لن توقع على هدنة دائمة مع حماس لأنها ترغب في القضاء على حماس بصورة تامة. أعتقد هذا هو الموقف الإسرائيلي وهذا هو الموقف الأمريكي أيضا، لأن الرئيس بايدن يعتبر حماس بأنها منظمة إرهابية وبأنه يجب القضاء عليها. لذلك إسرائيل لن توقف إطلاق النار بصورة دائمة قبل القضاء على حماس. هذه سياسة إسرائيل، وأعتقد الرئيس بايدن يتفق مع هذه السياسة. لكن اسمح لي أستاذ جبريل، يعني وأنت تتحدث عن أن بايدن يتفق مع هذه السياسة، لم يكن ذلك واضحا في التصريحات التي خرجت من بايدن؟ وإذا كان مقترحا إسرائيليا، إذا لماذا حتى الآن ينتظر موافقة نتنياهو عليه؟ نتنياهو يرفض مسألة واحدة وهو وقف إطلاق النار بصورة كاملة. نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار لمدة معينة، في حين أن حماس تطلب وقف إطلاق النار بصورة دائمة. ثانيا، نتنياهو حماس تطلب من إسرائيل، من الجيش الإسرائيلي، الانسحاب الكامل من غزة. نتنياهو يرفض ذلك. نعم أستاذ جبريل، هو إذن كيف يقول بايدن بأنه يدعو إلى وقف فوري للحرب في غزة إذا كان المقترح الإسرائيلي ليس على هذه الشاكلة؟ ثمة تناقض، يعني هذا ما أريد قوله، ثمة تناقض بين تصريحات بايدن وبين ما تريده إسرائيل. يعني بايدن يتبنى الموقف الإسرائيلي في هذه المقترحات، لا يعارضها. يعني عندما تقترح إسرائيل بانسحاب القوات من المناطق المأهولة بالسكان لفترة معينة، بايدن يوافق على ذلك. عندما تطلب إسرائيل إطلاق صراع عدد الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم الأسرى الأمريكان، الرئيس بايدن يوافق على ذلك مقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين. عندما تطلب إسرائيل تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، بايدن يوافق على ذلك. وكذلك بايدن يريد عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم بعد الانسحاب الإسرائيلي. فإذا هناك تجانس كبير بين الموقف الأمريكي، موقف الرئيس بايدن، والمقترحات الإسرائيلية. نعم. طيب مشاهدينا، إذن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذه الخطة يراد لها أن تنهي الحرب في قطاع غزة. وعرض بايدن لأول مرة تفاصيل المقترح الإسرائيلي بهذا الشأن،
والمكون من ثلاث مراحل. وقال بايدن إن المرحلة الأولى وفقا لهذا المقترح ستدوم 6 أسابيع وتتضمن وقف إطلاق نار شاملا وكاملا وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم الجرحى والشيوخ والنساء مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين. وسيتم في هذه المرحلة أيضا تسليم ما بقي في غزة من جثث لمحتجزين إسرائيليين، كما سيعود الفلسطينيون إلى كل مناطق غزة بما في ذلك الشمال، وستدخل المساعدات إلى غزة بمعدل 600 شاحنة في اليوم. وأشار بايدن إلى أنه خلال المرحلة الأولى ستفاوض إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية. أما المرحلة الثانية فستشمل تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وتنص خطة بايدن على أنه طالما أوفت حماس بالتزاماتها فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح دائما. أما المرحلة الثالثة مشاهدينا فتشمل إعادة إعمار غزة وإعادة رفاة من تبقى من المحتجزين. إذن كانت هذه بنود الخطة التي عرضها بايدن. أستاذ معين، يعني في ظل هذا الترحيب الدولي والعربي بهذا المقترح الأمريكي، وما زلنا حتى الآن لم نحصل على رد إيجابي من حماس أو على موافقة من حماس، هل هذا يحصر الحركة في زاوية ويجعلها غير إيجابية؟ لا أعتقد ذلك. هناك جملتين خطيرتين في هذا المقترح وذكرتيها حضرتك. الأول كان إذا ظلت المفاوضات قائمة، هناك جملة خطيرة، إذا هناك رهن أن الاحتمال ألا تستمر. يعني بعد المرحلة الأولى والتي يطالب فيها بايدن، وهي مطلب كما ذكر ضيفك، هي مطلب إسرائيلي صهيوني تبناه بايدن، يطالب بالإفراج عن الأسرى من المجندات اللتان أسرت أثناء في المواجهة العسكرية يوم 7 أكتوبر، يطالب بالإفراج عن المدنيين، من تبقى من المدنيين، يطالب بالإفراج عن كبار السن. أي هو بشكل أو بآخر يريد أن يسقط كل أوراق الضغط التي تملكها المقاومة الفلسطينية، ثم بعد يقول لم تستمر المفاوضات، إذن لن يتحول الأمر إلى دائم. هذا أولا. إذن احتمالية التحول إلى دائم مرهون بموافقة الإسرائيلي بعد المرحلة الأولى. والضامن هنا ماذا يفعل؟ لا يوجد ضامن. لا يوجد من أمريكا ستضمن، كما قال ضيفي، أمريكا هي الكيان الصهيوني بنسخة جديدة. الحرب في منذ 7 أكتوبر إلى اليوم هي ليست حرب إسرائيلية بين هلالين صهيونية ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي حرب أمريكية إسرائيلية إنجليزية غربية بالكامل على مستوى الأنظمة ضد الشعب الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية. النقطة الخطيرة والثانية، إذا التزمت حماس بشروط الهدنة قد يتحول هذا الوقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف إطلاق نار دائم. من يضمن أن يفسر الضامن الأمريكي أن حماس التزمت؟ من يضمن ألا يدخل أو بطريقة أو بأخرى يقوم بفعل فاعل من طرف الكيان مدسوس من هنا أو من هناك ليثير أي مشكلة صغيرة هنا أو هناك، فتقول إسرائيل أو يقول الكيان الصهيوني أنه لم تلتزم حماس، إذن لا ألتزم أنا بقيت المشكلة. وهذا كان واضحا في رد حماس، أعتقد أن حماس كانت واضحة جدا. لذلك لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني، أنا اليوم أنا تبعت كثير من الشباب والنشطاء حتى من داخل غزة، يقولون بالحرف إن لم تكن هدنة تنهي هذه الحرب فلتستمر الحرب. طيب. لأنه هدنة ثم عودة لحرب بعد سحب ورقات الضغط من المقاومة، بعد إعطاء الناس لحظة من الهدوء كما هو النائم، أنه أول ما يبدأ بعد 43 يوما ثم تعود الحرب، بعد 43 أو قد لا تستمر 43 يوما لا نعلم. المشكلة زي. أننا أمام عدو لا فاوض المنظمة 30 عاما ثم أعطاهم ماينس 65 من الضفة الغربية. بالمناسبة قبل اتفاقية أوسلو وبعدها الفرق أن 65% من أراضي الضفة الغربية تحولت من أراضي فلسطين إلى أراضي إسرائيلية. لذلك لا يوجد ضامن، لا يوجد ثقة بالكيان الصهيوني، ولا يوجد ثقة بالضامن الأمريكي الذي هو ضامن بالمناسبة لاتفاقية أوسلو، والأمم المتحدة ضامن لاتفاقية أوسلو. الضامن الوحيد للشعب الفلسطيني هو أوراق القوة التي تملكها المقاومة الفلسطينية. طيب أستاذ سوما، بايدن قال أن كل المؤشرات تدل على أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، إذن كيف يجمع بايدن بين هذه الحقيقة التي يبدو أنها صارت يعني مدركة داخل أروقة السياسة الأمريكية وبين اقتراحه للخطة ورغبته بإيقاف الحرب في غزة؟
والما يحصل الآن في الوقت الحاضر هو أن موقف بايدن له علاقة كبيرة بالانتخابات التي ستجري في 5 نوفمبر. كما تعلمين هناك فئات كبيرة من الجالية العربية والإسلامية تعارض موقف بايدن من الحرب في غزة وتعتبر بأنه له ضلع كبير فيما يحصل في غزة، ويخشى بايدن من خسارة أصوات هؤلاء. ووجدنا كيف أنه في الانتخابات التي جرت أخيرا في ولاية ميشيغان خسر أكثر من 100,000 صوت. إذا نظرنا إلى ما حصل في الانتخابات سنة 2020 نجح بأصوات قليلة بايدن، فإذا يخشى من خسارة أصوات الجالية العربية وبصورة خاصة الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة. لذلك تجدين موقفه متردد، أحيانا يدعم إسرائيل، يرسل السلاح لإسرائيل، يطلب من الأجهزة الاستخبارية والدفاعية في الولايات المتحدة إعطاء إسرائيل ما تريده من السلاح للدفاع عن أمنها، ولكن من جهة ثانية ينتخب إسرائيل من أحيانا لكي يساير الجالية العربية في الولايات المتحدة. موقفه يعني غير واضح لأنه له علاقة كبيرة في الانتخابات القادمة. إذن هذا المقترح هو لسبب داخلي الانتخابات، لكن السيد جابرييل، يعني هل تملك عمليا الولايات المتحدة الأمريكية أي أوراق ضغط على نتنياهو أم أنها تتحدث من الفراغ؟ من ناحية الكونغرس الأمريكي، كما تعلمين الكونغرس الأمريكي وافق على إعطاء إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار. الرئيس بايدن كان بإمكانه أن يستعمل حق الفيتو وعدم التوقيع على هذا المشروع، ولكن وقع عليه. صحيح من وقت لآخر يقول بأنني لن أرسل السلاح لإسرائيل، ولكن إلى الآن كل الأسلحة التي طلبتها إسرائيل يرسلها لها. إذن موقفه هو في موقف حرج في الوقت الحاضر، لأنه لا يريد خسارة أصوات الجالية العربية، ولكن في الوقت نفسه لا يريد خسارة الأصوات اليهود في الولايات المتحدة. نعم، الصهيونية. طيب سأعود إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ معين. اليوم هناك من يقول بأن الوقت يكاد ينتهي أمام حماس، يعني قبيل الانتخابات الأمريكية وقبل مجيء ترامب الذي إن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فسيكون وضع حماس أصعب مما هو عليه الآن. إلى أي درجة أو إلى أي مدى يمكن أن تبقى حماس صامدة أمام كل هذه الضغوط؟ شوف، هؤلاء المحللين قالوا في بداية المعركة أن حماس لن تصمد أسبوع أو أسبوعين وتنتهي. قالوا أن العراق الذي سقط في 20 يوم لم يكن أضعف من حماس، فمن صمد 20 يوما من استطاع أن يقضي على الحكم وقصر الحرس الجمهوري في العراق في 20 يوم سيقضي على حماس. واتهموها الميليشيات خلال أسبوعين. اليوم يهدد بالبايدن، ماذا تبقى للأمريكان والإسرائيليين لم يستخدموه في غزة؟ لم يتبقى لديهم القنبلة النووية والقنبلة الذرية. وأنا أعتقد أن هذا لم يستخدموه حبا في الشعب الفلسطيني، لكن لأن لأثاره الجانبية على الاحتلال الصهيوني. لذلك أنا أعتقد أنه لا فرق بين بايدن ولا ترامب في العداء للفلسطينيين، إنما هم طرفان وجهان لعملة واحدة، هدفها الواحد هو دعم وتمكين الكيان الصهيوني من القضاء على الشعب الفلسطيني وليس على حماس فقط. الباحث والمحلل السياسي معين نعيم، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن جابرييل صومة، البروفيسور في القانون الدولي، شكرا جزيلا. الشكر الموصول لكم مشاهدينا. المؤشر انتهى، حلقة جديدة ومحاور جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.